عسلامة، شنو احوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نفسر لكم كيفاش تبريزونتيو رواحكم في اونتروتيان دومبوش بطريقة اوريجينال. ليتس جيت ستارتد. الوغ قبل ما نبداو الفيديو توا استنستو بيا نورمالمون ديما قبل الفيديو نعطيكم هكا شوية معلومات. أول حاجة عملت اون فيديو دوبا ما حليت الشين كيفاش تبريزونتيو رواحكم، وفي الفيديو هذيك حكيت لكم سورتو على لي كونساي اللي تعملتهم أنا ومشاو معايا في البريزونتاسيون وقت اللي تجي باش تجاوب على لا كيسيون بريزونتي فو وإلا بارلي موا دو فو وإلا جوست قدم لي روحك. في الفيديو هذيا زادا حكيت لكم على لا بريزونتاسيون كرونولوجيك، ننصحكم دونك تفرجوا في الفيديو هذيك على خاطر الفيديو هذيا باش تكون لا كونتينيتي نتاع الفيديو الاخرى، دونك نحط لكم في البيتيتي تفرجوا فيها. وسينو بالطبيعه اذا كان عندكم اي كيسيون نيزيتي با حطوهم لي في كومونتير نجاوبكم. في الفيديو هذيك زيد منشنيت انه فما لا بريزونطاسيون كرونولوجيك وحكيت لكم كيفاش تعملوها، مي زيد فما اون بريزونطاسيون تيماتيك. قلت لكم اذا كان سا فوز انتريس نجم نعمل لكم اون فيديو ديدي للبريزونطاسيون تيماتيك خاطر كوميم بحال معناها فيها برشا حاجات. اي دونك ما عنديش برشا على انستغرام، فما شكون منكم سالوني على البريزونطاسيون تيماتيك دونك جاوبتكم فيت في هكا بالكتيبه وكل. مي قررت اني نعملكم اون فيديو ديدي وين نفسر لكم بالكدا شنو هي البريزونطاسيون تيماتيك، كيفاش تنجمو تستعملوها وقتاش، وسورتو لي بوان فور ولي بوان نيجاتيف نتاع كل بريزونطاسيون كو سوسوا الكرونولوجيك والا لا تيماتيك. نبداو توا دونك اول حاجه شنو هي البريزونطاسيون تيماتيك. دونك لا بريزونطاسيون تيماتيك هي اون بريزونطاسيون سانتيتيك على خاطر باش نحوصلو السي في نتاعنا الكل في quelques compétences à cahot, mais les compétences sur lesquelles le terme que je me retourne, juste les compétences clés qui ont pour le clé, non sur les compétences il y a un nom, mais je t'ai fait le poste li tabali. La présentation est liée, mais je dure à trois axes, ou elle en s'amuse les trois piliers, donc les trois axes كل عرصة باش نحكيو فيها اون ديتاي. حطوا في بالكم اللي لا بريزونطاسيون دون 2 مينوت والا 2 مينوت 30 ماكسيموم، ميم سي فيها برشا دي اسبي كيف ما تو باش نحكي لكم، يلزمكم تحاولوا تبريزونتيوها في 2 مينوت 30. راه كي نقول 2 مينوت 30 مش معناها تزرب تعملها طويله وتزرب باش تعملها في 2 مينوت 30، لا لازم بالراحه باش تكون كلامك مفهوم، مي او ميم طون ماهيش طويله برشا. تو كي كملنا البريليمينير اونتر غيمي توا باش ندخلو في الصندي تاع لا بريزونطاسيون تيماتيك. دونك لا بريزونطاسيون تيماتيك فيها 4 بارتي، دونك باش نحكي لكم عليهم بالتفصيل ونحاول نعطيكم دي زيكزومبل باش تفهموني اكثر. اول بارتي اللي هي نسميوها لاكروش. لاكروش هي اول حاجه باش نقولها باش تجلب انتباه الريكروتور نتاعك في جمله واحده، ونتاكدوا نعاود في جمله واحده لازمك تقدم روحك وتقدم شنو تعمل. دونك في الكام تاعي انا باش نقول بونجور ناديا كيكوز جو سوي انجينيور ان انفورماتيك. كاهو البارتي الثانيه اللي هي نسميوها لو ديكليك. الديكليك هذا هو الحاجه اللي خليتك هكا تقول خليني نبوستولي في هالبوست هذي. البارتي هذي تخلي الريكروتور يزيد يركز معك على خاطر انت باش تمسو في البزوان اللي عنده باش تقول له هذي حاجه كي مانتيريس. ديكليك لازمك تفسر في الجمله شنو اللي خليك تبوستولي في هالبوست هذي وشنو اللي عجبك باغ اكزومبل ان اسبي بيان بريسي. نتعداو للبارتي 3 اللي هي لي 3 بيليي. باش تعملوا دي ريشيرش سوغ انترنيت على البريزونطاسيون سانتيتيك باش تلقاو بليزيوغ فاسون اللي يحكيو فيها على 3 بيلي، فما بليزيوغ اكس فما بليزيوغ بيلي انت وشنو الخدمه نتاعك. في الفيديو هذيا انا باش نحاول نعطيكم دو بروبوزيسيون تاع اكزومبل تاع دي اكس وانتو من بعد جو جوجي انه اللي يتمشى مع البروفيل نتاعكم اكثر. دونك نبداو بالبروبوزيسيون الاولى ونبداو زاده بالبيلي الاول. البيلي الاول باش نحكيو على الكومبيتونس ميتيي، لا كومبيتونس كلي نتاعك نتاع لوب نتاع الخدمه نتاعك، لو كور دو طون ميتي. نعطيكم اكزومبل في الكام تاعي انا لا كومبيتونس ميتي نتاعي هي ديفلوبمون ويب اي موبيل. نعرف في كام مثلا نتاع ان كوميرسيال سي لا سونسيبيليتي كوميرسيال، في كام نتاع كوميونيتي مانجر زيد تنجم تكون زيد سونسيبيليتي كوميرسيال. دونك فوالا سا ديبون انتوما والبروفيل نتاعكم. اي بيلي الثاني باش نحكيو على لي زيليمون ريلاسيونيل تو سكي باغ اكزومبل مانجمنت اجيليتي بالنسبه للي ديفلوبور كنت قبل شيف ديكيب. دونك
حاجات عندهم علاقه بجيستيون تاع ليكيب لو ترويزيام بيدي باش نحكيو فيها على دي كومبيتونس بلوز اوريجينو حاجات ماهمش اللب نتاع الخدمه نتاعك مي يجمو يعاونوك باغ اكزومبل تقول ما نخافش من لا بريز دو بارول اون بوبليك انت ماكش سيبوزي البوست هذاك ماكش سيبوزي تعمل دي كونفيرونس مي سا بو ايدي لو فيت انك انت ما تخافش من لا بريز دو بارول اون بوبليك انك مثلا في دي ريونيون تجم تحكي انت اليس باش تحكي مع العباد حاجات كيما هكايا فهمتوا حاجات اوريجينال مثلا تجم تقول الميتريز نتاع تكنيك معينه والا تكنولوجي معينه ماهيش في لي بيزوان ديريكت نتاع البوست مي تجم تعاون انديريكتومون والا ديريكتومون دونك حاولوا القاو هكا دي كومبيتونس نتعدي للدوزيام بروبوزيسيون اللي هي بيتيتر تتمشى مع اكثر تيب دو بروفيل والحاجه بيه ان هي بيتيتر اسهل شويه فيش برشا ريشيرش كيما الاولى باغ اكزومبل دونك لو برومي بيلي باش نحكيو على سو كو فوز انت شنو انا par exemple انجينيور ان انفورماتيك باش نحلل هل الاسبي هذيا اللي عندي في الميتي نتاعي نتاع الريشيرش باش نحكي فريمون على الاسبي نتاع انجينيور ايتود اي ديفلوبمون باش تحكيو على البوست نتاعكم اون جينيرال اي بي ثاني باش تحكيو على سو كو فو فيت دونك الاولى سو كو فو زيت والثاني سو كو فو فيت بيلي هذا سي بريسك البيلي الاول نتاع البروبوزيسيون الاولى اللي حكيتكم عليها اللي هي لا كومبيتونس ميتي انتوما شنو بالضبط شنو le cœur de le métier interne, شنو la compétence clé interne, et pilier ثالث اللي هو la valeur ajoutée. Point fort dans la proposition ثاني هو البيلي ثالث على خاطر وقتها باش تجلب بالكدي الريكروتور نتاعك وباش يولي يركز معاك كي انت باش تحكي له على la valeur ajoutée اللي انت باش تزيدها وشنو هما لي بيزوان اللي انت تنجم تكومبليهم باللي كومبيتونس اللي عندك ديجا واللي حكيت عليهم باغ اكزومبل في البيلي نيميرو 2. فوالا هذوما لي دو بروبوزيسيون اللي تعملهم لاكثر معناها سا ديبون هاني comme l'entretien, le profil et les codes, mais généralement un switch entre les deux et tout. Donc on est à la dernière partie, il y a la conclusion et la synthèse. في جملة واحدة باش توري الموتيفاسيون نتاعك قداش انت تحب تخدم مع السيد اللي قدامك. عارفوا كيفاش الدوزي والقفة مش برشا برشا هكاكا تظهر على خاطر مشلقة. هذيا هي لا بريزونتاسيون تيماتيك وتوا نحب نفسر لكم وقتاش تستعملوا لا بريزونتاسيون كرونولوجيك وقتاش تستعملوا لا بريزونتاسيون تيماتيك على خاطر في لي دو كا عندنا دي بوان فور و دي بوان فيبل. بالنسبة للبريزنتاسيون كرونولوجيك البوان فور نتاعها انه العبد اللي يسمع فيك باش تمكنو انت بالبريزنتاسيون كرونولوجيك باش تمكنو باش يعرف عليك اكثر حاجات وباش يعرفك انت اكثر على خاطر باش يعرف لو باركور نتاعك باش يعرف شنو تطمح في الفيتور شنو خدمت في الباسي دونك فوالا. باغ كونتر البريزنتاسيون تيماتيك القوة نتاعها انك باش توري شنو تعرف تعمل باش تحط لي كومبيتونس كلي نتاعك تحت البروجيكتور كيما نقولو ولي كومبيتونس هذوما باش تحاول تادابتيهم لو ماكسيموم aux besoins de le poste ou aux attentes du recruteur. Le point faible de la présentation chronologique ou le fait que tu n'as la possibilité de faire un thème. Par exemple, si tu as une expérience en particulier, tu veux parler de ça parce que c'est important. On suppose que tu as trois expériences et une d'entre elles, tu veux parler de ça plus que l'autre. Le muscle qui se passe dans la présentation chronologique, c'est que quand tu veux parler de l'expérience ou tu veux parler plus de l'expérience d'une autre, le recruteur قلت تيان فما فراغ لهني دونك شوي يسال اكثر على كلي باكليتها هذيك دونك احسن حاجه انك تحاول تعدل بين لي زيكسبيريون لي بوين فيبل نتاع البريزونطاسيون تيماتيك انك ما تنجمش تكسبوزي لي كومبيتونس اللي عندك الكل على خاطر في البريزونطاسيون هذه باش تعمل ان تري وتركز على لي كومبيتونس اون بارتيكولي يتمشيو مع البزوان نتاع البوست. فوالا دونك هذوما هما لي بوين فور و لي بوين فيبل نتاع كل بريزونطاسيون تو باش نفسركم جوست انا شنو نعمل جينيرالمون دونك انا خلاص مزوز مع بعض في سكلي نستعمل لا بريزونطاسيون تيماتيك يعني نعمل اكروش ديكليك لي 3 بيلي والكونكلوجن مي في البيلي الاولاني نعمل اون بريزونطاسيون كرونولوجيك دونك البيلي الاول وين باش نحكي على الكومبيتونس ميتي نستعمل اون بريزونطاسيون كرونولوجيك نحكي مثلا على 3 اكسبيريونس نختارهم بالطبيعه تجمو راهو دخلتو ما فماش اون ريغل بيان بريسيز يعني اذا كان فما انت خلطت مش باش يقول لك لي افرك خلطت التيماتيك والكرونولوجيك دونك تجم تخلطو وتجم زيد العكس تجم الكرونولوجيك جيك تدخل فيها شويه تيماتيك زيادة ما فما حتى مشكل. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتقابلوا في الفيديو الجايه بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملي لايك واعملي سبسكرايب وما تنسيوش تعملوا كالناقوس واذا كنتم ماكمش تتابعوا فيها على انستغرام وعلى الباج فيسبوك فهضركم لهنا تابعوني هاني كل مره نحاول نبارطاج معاكم حاجات في كوتيديان وانا توا ما بقى لي كي نقول لكم تشاو.